مصممه الازياء مها العزازي، اهلا وسهلا بيك. اهلا، ازي حضرتك؟ منوره فعاليات ملكه جمال مصر. ميرسي، ثانك يو سو ماتش بجد، ثانك يو حبيبي. شايفه ايه رايك في تصميمات والديزاينز والاطلالات اللي طلعت بيها المتسابقات النهارده؟ المتسابقات كلهم شايفاهم صراحة رائعين جدا، والديزاينز بتاعت الفساتين عجباني جدا عن السنه اللي فاتت. فعلا في ديفلوب، في تطوير اميزنج بجد، حلو قوي قوي قوي. ايه الاختلاف عن السنه اللي فاتت والسنه دي؟ يعني بكلمينا بشكل عملي اكتر. يمكن غيروا الموديل شويه بتاعت الدريسز اكشلي، لان الفساتين بتاعت السنه اللي فاتت كانت تقليديه جدا. السنه دي هم غيروا الديزاين شويه، فاكشلي هي احلى كتير من السنه اللي فاتت. المتسابقات تقول لهم ايه؟ بالتوفيق كلهم يا رب، واللي يخرج اكيد ما يزعلش، لان هم كلهم كويسين جدا. فيا رب كلهم يا رب يتوفقوا دايما، ويبقى دايما في تطوير للاحسن باذن الله. كمصممه ازياء، ازاي بدات المجال ده وازاي حبيتيه؟ دخلتيه بالصدفه ولا بالدراسه والتعليم واثقلتي موهبتك؟ لا، انا خريجه فنون جميله اصلا، ديزاينر، فانا اوريدي بحب الفاشن والالوان والكالرز والتابلوهات. انا اوريدي برسم تابلوهات قبل ما ابقى اصلا ديزاينر. انا اوريدي عندي كذا حاجه يعني ستور وكده، فانا اللي بعمل ديزاين فساتين حاجات كتيره قوي ليا. واخدت الستاب بقى بكذا حاجه عملتها، لقيت الدنيا الحمد لله فرقت معايا كتير يعني، وفي ناس كتير من السوشيال ميديا بيتعامل معايا. ايه التحديات والصعوبات اللي بتواجهيها في مجال الفاشن ديزاين؟ انك صعب ترضي كل الاذواق، دي حاجه بالنسبه لي صعبه جدا جدا، لان انا ماشيه في لاين شويه كلهم يقولوا لي اللاين بتاعك صعب وكتير لبس عريان ومش عارفه ايه، بس انا ماشيه بلاين مقتنعه بيه جدا جدا، والحمد لله ليا كتير قوي من الناس في السوشيال ميديا بيحبوا يلبسوا من عندي. هل اللاين بتاعك جريء شويه، بتواجه انتقادات من المجتمع؟ جريء جدا. الجرأه دي متمشيه عشان المراه جميله فلازم تصل جمالها، ولا الجرأه شايفاها كنوع هو الطبع خاص بيك؟ لا، مش حوار المراه جميله، المراه كلها جميله من ايه توزير مراه جميله، بس عامه اللبس عامه عندي اللاين بتاعي جريء شويه، ملهاش علاقه ان هي المراه جريئه او مش جريئه. ممكن تبقى لابس حاجه اليجنت جدا ومش مفتوحه بس تشد اللي قدامك، فدي حاجه بالنسبه لي، دي البوينت اللي انا بلبس فيها كل يعني الناس اللي انا اعرفهم. ازاي بتطوري من ادواتك كفاشن ديزاينر؟ يعني ببقى ابديت طبعا بالسوشيال كلها بره مصر، ببقى دايما عايزه اتفرج ابديت بالالوان بالكالرز بالفساتين، ايه الديزاين الموضه، ايه الحاجات، يعني لازم طبعا ابقى ابديت كل حاجه بره. يعني ايه سبب البطء من وجهه نظرك؟ التفكير المصري. التفكير المصري طبعا، يعني اشرحي لنا اكتر يعني التفكير المصري، يعني باختلاف التفكير الاجنبي او اللبناني، ليه شويه هم متطورين عننا نوعا ما وسابقنا بخطوتين؟ هم ابديتهم متفتحين، احنا برضو العادات والتقاليد المصريه في اللبس وفي في كل حاجه لينا عادات وتقاليد لازم نمشي عليها احنا كمصريين. هم ما بيفكروش زينا خالص، هم مختلفين عننا تماما في التفكير وفي اللاين وفي التطور حتى، هم ما شاء الله عنهم يعني. بس مش معنى كده ان احنا وحشين على فكره. ازاي بتواجه الافكار دي؟ ازاي بتواجهيها انت لما تتعاملي مع زبون، مع حد تتعاملي معاه، بتتعاملي ازاي معاه؟ على حسب بقى الكلاينت او على حسب اللي بيجي، بعرف هو ستايل لبسه ايه او هو عايز ايه بالظبط، بحاول ان انا امشي معاه بنفس اللاين وفي الاخر نوصل انا هو البوينت تكون يعني انا وهو راضيين عليها. لان نو واي ان انا ممكن البس حد وانا مش مقتنعه تماما بالديزاين اللي انا عامله. حتى ما ممكن اتدخل، انا الزبون، انا الزبون دايما على حق، تعمل ايه؟ بس يعني بقى هو بقول ارائي برضو يعني.